إفراج بنك الجزائر عن نظام جديد للصرف في الجريدة الرسمية يحمل رقم 0116 بتاريخ 4 أبريل من الشهر الجاري يتعلق بمنح ترخيص قانوني لفتح مكاتب صرف للعملة الصعبة والشيكات السياحية بطريقة حرة للراغبين في مزاولة النشاط سواء كانوا شخص طبيعي أو معنوي مقيم. يرى الخبراء أن هذا إجراء غير واقعي ولن يؤثر على السوق الموازية. المرحلة الأولى هو موجه للأجانب، المرحلة الثانية لما يوجه للمواطن الجزائري فهو غادي يكون عنده حق بيع العملة الصعبة مقابل الدينار، ولكن ليس له الحق يعني إعطاء الدينار مقابل العملة الصعبة. الإجراء هذا ما دام لا يتميز بالواقعية فبالتالي ليس لها أثر بالنسبة يعني للسوق الموازي. وعن إمكانية رفع قيمة المنحة السياحية بعدما أشارت الجريدة الرسمية إلى إرفاق القانون المرخص لفتح مكاتب الصرف بنص قانوني آخر يحدد القيمة الجديدة لمنحة السفر لاحقا، يقول الخبراء أن لن نتوجه إلى إعادة النظر في أي منحة ما دام يعني ما دام أن هذه العملة الصعبة الأصل بتاعها من الطاقة أو من المداخيل والصومعات. إذن الترخيص بفتح مكاتب صرف قد يكون بعيدا عن التأثير على السوق الموازية في ظل سماح الإجراء ببيع المواطنين أو السياح الأجانب للعملة الصعبة لوسطاء المعتمدين مقابل عدم تمكين المواطن من شراء العملة الأجنبية لدى المكاتب، وفي ظل عدم كشف بنك الجزائر لعدد الوكلاء الذين سيتم اعتمادهم ولا هامش ربحهم ولا تاريخ عمل هذه المكاتب أو شروط إنشائها وصيرها.